Venezuela, forças dessas em primeiro lugar. Pega!
اسمع هذه بنات والله يا والله عوض اصاحبي والله يا إذن هذا النزال هذا هو النزال يعني حارق يعني نزال كيجمع ما بين الميثاق المذياق واي لعب كما كنقولوا في الدار ديالو طبعا يعني يكون هناك يعني واحد التشجيعات جماهيريه كثيره كما قلت فعلا الحضور كاين التشجيعات كاينه فطبعا يعني هذا هو النزال النزال الاخير
Thank you.
ولأن بداية الجولة الثالثة والأخيرة للنساد الذي يجمع بين المغربي رضوان الخميسي والفرنسي سعد أركي. وتشجيعات حرة من طرف جمهورنا.
الخامسة من المنطقة. عاد متواصلة من طرف جمهور قاعة خديجة للمدير المدرب اللاعب الفرنسي غير راضي على النتيجة. للبطل المغربي عنوان الخميسي